بيقول ان قبل ما اخش في اخبار النادي الاهلي ان الزمالك بيرد على النادي الاهلي في موضوع حسام عاشور ويقرر تمديد عقد شيكابالا لمده موسم وتعديله وترضيته. يعني السنه الجايه شيكابالا هيتعدل عقده هو يوسف اوباما من باب احنا بنكرم نجومنا وبنعمل وبنساوي وحاجات بالشكل ده فيعدلوا له. بالنسبه لاري بابل اللي انا انفردت بالخبر وكل الدنيا قالت بعدي على موضوع اري بابل اللي هو لاعب اول اغسطس الانجولي وقع وخلص والمساله واقفه ان يجي يعمل الكشف الطبي ويحصل على مقدم التعاقد. هو طلب مقدم التعاقد وهو هناك في انجولا قالوا له لا. حمزه المسلوسي خلصوا معاه هو كمان، ظهير ايمن الصفاقسي التونسي، حسين بن عياده رجع تاني ظهر في الصوره وقال لهم انا ما وقعتش في السعوديه ومش عارف ايه وانا تحت امركم وحاجات بالشكل ده. فايري بابل خلص، انا اول واحد قايلها والفيديوهات موجوده قبل كل الدنيا قبل كل الدنيا قبل كل الدنيا موضوع ايري بابل وحمزه المسلوسي. لكن دلوقتي الجديد ان الزمالك بيتلكأ في ايري بابل ودخل في مين؟ في سيرينيو لاعب سان داونز. امبارح بتكلمه نخش في سيرينيو وندوس في جاكسون موليكا، وبيقولوا الكلام ده املا وطمعا في دعم المستشار تركي آل الشيخ. والله اعلم هو هيعمل كده ولا لا، لكن امبارح بالليل الكلام اتغير، قال لك طب في اما نجيب سيرينيو، يعني بدل ايري بابل سيرينيو اجمد، ده لعيب حر احنا هنشيل مرتبه وممكن تركي آل الشيخ يدفع لنا المقدمه. الله اعلم ايه اللي هيحصل. بقول لكم اللي حصل، جاكسون موليكا برضو داسوا فيه، لكن بالنسبه لي ايري بابل خلص واقف على الكشف الطبي ومقدم التعاقد. يعني الزمالك عاوز يكمل الصفقه يكملها، عاوز يوقفها يوقفها، لكن خلص زي ما قلت لكم من اسبوع ولا 10 ايام. وحمزه المسلوسي خلص الباك رايت بتاع الصفاقسه. دلوقتي سيرينيو ظهر في الصوره وهو جاكسون موليكا. طيب دونجا، نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، اكد رفضه الانضمام لنادي الزمالك في هذا التوقيت، مبديا رغبته لاداره النادي في الانتقال الى النادي الاهلي لو الاهلي عاوزه. وكنت انا قبل كده قلت لكم ان نبيل عماد دونجا وقع اقرار رغبه للنادي الاهلي والخطاب مع كابتن امير توفيق مدير التعاقدات. لكن هو بيسالوه قال لهم انا مش عاوز، لان في كلام دلوقتي على صفقه تبادليه بيتوافق ويتفاهم عليها امير مرتضى ونادي بيراميدز. فالكلام رايح جاي، فهنا قال حته كده الزمالك عنده اجانب كتير ولسه هيمشي. انا قلت لك ان كده ما الزمالك هيمشي. هو انت لما تجيب سيرينيو وتمشي اوناجما هيقول لك لا؟ لما تجيب حمزه المسلوسي ما هو هيبقى جاي بدل حمد النكاس، وخالد بوطيب هيمشي، مين اللي ثابتين عندك من الاجانب؟ مين اللي ثابتين عندك؟ هو اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي. حبيت تغير في اي حد تاني غير وتجيب اعلى. ما انت عندك لسه حميد احداد وعندك رزاق سيسيه وكده. ومعروف يوسف بجانب الناس اللي موجود هيغير. طب خد الاقتراح الحته الثانيه، هو مش الاهلي كان مقدم اقتراح لفتح باب الاجانب؟ مجاز اتحاد الكره يوافق. مجاز يا سيدي عارف ان سيرينيو جدد مع سان داونز امبارح ولا اول امبارح. انا بكلمك في ايه يعني، وايه يعني لما يجدد؟ طب ما الاهلي بيقول لي ازارو جدد وفي نيته واعارته. فبالنسبة لنبيل عماد دونجا أكد على رفضه الانتقال إلى نادي الزمالك وموافقته على الانتقال للأهلي لو الأهلي طلبه. إيه تاني خاص بالزمالك قبل ما أقول أخش في حاجة تانية؟ لا كل ده حسين بن عياد أنا قلت لكم إنه بيغازل نادي الزمالك. هنيجي بقى الجزئية بس خليها شوية اللي هي بتاعت حسام عاشور والزمالك. لكن في حوار امبارح اتعمل شفت منه مقاطع النهارده بتاع الدكتور فيكين على قناة الزمان.
أنا هقول اللي مليه عليا ضميري واللي سمعته اللي قاله دكتور فيكن حول إن مصطفى مراد فهمي بس هو اللي وضع معايير نادي القرن يجب التحقيق فيه من الاتحاد الإفريقي ومن الدنيا كلها. لما يقول لك إحنا ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده وكذا كذا، ده كلام جديد من شخص مسؤول. قال لك إن أنا اللي ترجمت المعايير اللي اتحطت إلى نقاط، بيفتح باب رهيب جدا في موضوع النادي القرن، لأن هو شاهد على الأحداث. الله يخليك يا أستاذ شريف حسين، الدوام لله، الدوام لله، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. فاللي قاله دكتور فيكن ده موضوع خطير جدا جدا جدا، وده اللي كان بيقوله خالد الغندور ان مصطفى وانا كنت بقول لا. فامبارح لما الدكتور فيكن يقول الشهاده دي، ده يقلب ويغير المسار. يبقى الموضوع يحتاج الى فصل قانوني، افصل قانونيا في هذا الامر. تحقيقات بقى، محكمه رياضيه، كلام بالشكل ده. لكن اللي قاله الدكتور فيكن ده موضوع في منتهى الخطورة، لأنه شاهد على العصر وشاهد على الأحداث من جوه، ورجل محترم، وإحنا كلنا بنتعامل معاه، والاتحاد الأفريقي كان هنا جنب اتحاد الكورة وكده. تاني حاجة قال لك مفيش حاجة راحت للاتحادات، إحنا بعتناه في النشر. هل النشرة دي بمثابة قرارات؟ الله أعلم. هل النشرة دي بمثابة إعلام للاتحادات إن إحنا عملنا كذا كذا كذا؟ الله أعلم. فالموضوع كده شهادة الدكتور فيكن أظن إنها هتقلب الموازين تماما، خاصة إنه قال إن الوضع المعين مصطفى مراد فهمي وكابتن عبده صالح الوحش، لكن وأنا كان دوري الترجمة إلى النقاط فقط. وقال إن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء كان قايل إن الزمالك هو بطل نادي القرن، ثم رجع غير في 2008 وقال لا ده كتوكو وحاجات بالشكل ده، وإن الفيفا منح الزمالك وإن كاف منح الأهلي بالنقاط، وإن المسألة مسألة شرفية في الأول وفي الآخر. لكن ما قاله الدكتور فيكن يعني أننا يجب أن نتوجه جميعا إلى المحكمة الرياضية الدولية للفصل في هذا الأمر. يا أستاذنا، مش كل الناس هدفها الفلوس. هو فيكن ده راجل طبيب أسنان شهير وراجل محترم ويعني أرمني أظن، فيعني أنت مش كل واحد هيقول حاجة هنقول عشان كذا. ما الراجل قال لك صديقي دكتور المهندس مصطفى مراد فهمي، وأنا دافعت عن مصطفى مراد فهمي، لا وقلت مش معقولة هو عمل لوحده. الراجل بيقول هو عمل لوحده، بنقول نحقق عشان تقفل الملف برضو. يا عم أنا بقول لك اقفل الملف بتحقيق بحكم، روح للمحكمة الرياضية واقفل الملف. وانا مع اللي بيقولوا مرتضى انه يروح للمحكمة الرياضية، اتمنى انه يروح للمحكمة الرياضية. ليه؟ هيغلق الملف. سواء يقول لك المعايير دي سليمة مش سليمة، هيقول لك غلط ولا صح، فيبقى الملف اتقفل بصفة نهائية. وانا واحد من الناس مش هتكلم في قضية نادي القرن دي تاني خالص خالص. انا مع انتظار الحكم القضائي النهائي من المحكمة الرياضية الدولية، والا فالاهلي هو نادي القرن وفقا للقرار اللي صدر من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. عاوز تغيره وتجيب فيه تفاصيل تانية، هاته منين؟ من المحكمة الرياضية. عندك فيك نهوة وعندك الحاجات اللي اتقالت، وقلت ان عيسى حياته مشي ومصطفى مراد فهمي مشي وعمر مصطفى مراد فهمي انتقل الى رحاب الله، فخلاص هات كل مستنداتك واطلع على هناك. اللي تقوله المحكمة الرياضية بقوله المرة المليون تعظيم سلام. الواقع بيقول الاهلي نادي القرن، وان 20 سنه الزمالك ما طالبش بالامر ده، وان الناس بعتت برقيه تهنئه وشكرت النادي الاهلي واحتفت بيه. انت النهارده بتقول عندك مستندات جديده، روح بيها فين؟ المحكمه الرياضيه الدوليه. وما تقرره اللي هتقوله خلاص يا عم تعظيم سلام. لكن نوقف الكلام في هذا الموضوع، لانه مما يغر الصدور. انا عارف ان الدكتور فيكن زملكاوي، وانا اعتقد ان الدكتور فيكن اهلاوي، لكن مش عشان زملكاوي او اهلاوي هتكذب على نفسك. طب ما انا قلت ان انا اهلاوي، هل اكذب على نفسي؟ اخالف ضميري؟ ما قلنا ان هو كل اللي شغالين في الاعلام هي اهلاويه زملكاويه، لكن يخالفوا ضميرهم الاساس ان انا انحاز؟ لا طبعا. اللي بيبقى منحاز بشدة هو المنتفع عن جدارة واستحقاق.
اللي شغال هنا او هنا او هنا، ده اللي بيبقى منحاز بشده، لكن عادي ما اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. نحترم كل الناس ونقدر كل الناس، لكن شهاده واحد من جوه الاتحاد الافريقي امر مهم. انت بتقول لي عمر، عمر مين اهو ولا منعم بيقول لي هو كذاب، يا سيدي مش انا ولا انت اللي نقول انه كذاب، نروح المحكمة الرياضية ونفصل في الأمر ونخلص من الموال ده، موضوع سليم خلاص اتقفل. الأهلي نادي القرن، الأهلي نادي القرن بقرار من الكاف. التشكيك في الأمر بدل ما نقعد نشكك نروح للمحكمة، بدل ما نقعد نشكك نروح للمحكمة. مش عاوز أقول بقى على